يقول السائل: هل يجوز لشاب يطلب العلم الشرعي وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة والصدقات، وذلك لأن أهله في بلدة أخرى ولا يصرفون عليه، إنما يأخذ من مكان تعلمه مبلغا يسيرا، مع العلم أنه يريد أن يتزوج وليس عنده نقودا كثيرة؟ يا أخي يعمل هذا، عليه أنه يعمل ويكتسب، ما يعطل الأسباب ويقول يما باخذ الزكاة ولا يكتسب. الحرف كثيرة، بيع شراء عمل، حتى لو أنه يحمل على رأسه يشتغل ويكتسب، والأرزاق أسباب الرزق كثيرة، ما هي مقصورة على أخذ الزكاة. يحترف، يشتغل، يبيع ويشري، أو يعمل عمل وياخذ عليه أجرة. نعم.